أنا ما فيني أترك وروح الشغل، بجوز وضعه يسوء أكثر. آسف بس أنا اضطريت أطلع لبرا لأنه بحكي بصوت عالي. كريستين جاي بعد يومين أمي، عم تسألني إذا فيني بلش فورا. بهالسرعة رح تبلشوا؟ حسب ما حكت لي إنه الشغلة كتير منيحة، قالت أخدي تعاهد لكم شغلة لنشوف شو الله بيسر. الله يرزقك. قالت شغلة مربحة. يمكن أخي عم بينادي لي. لا عدي عدي، ما في حدا ندهلك. يلا تعي كملي أكلك. لا أنا شبعت، ما فيني سفرة دايمة. يسلموا إيديك. صحتين وهنا بنتي. ليش ما كملتك؟ داي أخلاق وما إلى نفس. أمين شو بو ابني؟ ليش ما حدا عم بيقلنا شو صار؟ شو بيعرفني زاهدة؟ شو بيعرفني؟ دكتور طمنا، شو بو ابني شو صاير معه؟ جرحه ملتهب، ما كنا متوقعين هيك، بس ما في داعي تقلقوا، أعطيناه إبرة ورح يتحسن أكيد. بس كان منيح وكان عم بيحكي معنا، بعد ما نام فجأة صار معه هيك. بترجاك تطمنا عليه دكتور، ابني رح يطيب. ما ايه رح يطيب، اهدوا. دكتور بس انتو رجعتوا حطيتوه بالعناية المشددة، عن جد رح يتحسن دكتور؟ لا تخافوا، شغلته بسيطة كتير، بترجاكم تتركوه يرتاح وروحوا استنوه بالغرفة. ماشي دكتور، يلا زاهدة امشي معي. ما سمعتي الدكتور طمنا وقال انه رح يطيب. ابني يلا زاهدة يلا. هاي ليش لساتها واقفة هون؟ شو ناطرة نقلع من هون؟ زاهدة شو بكي؟ أنا بشو أسأت لكم؟ أسأتي لابني وليكو جوا بين الموت والحياة، كل اللي صار بسببك أنت. يلا روحي. بس أنت فهمان الموضوع غلط خالي. طالعة أمين، ما بدي شوفها بخلقتي. خايفة أرجع على بيتي، أنا كمان حياتي بخطر وما فيني أرجع على البيت لحالي. أصحك تقربي من ابني فهمانة؟ تركيه بحاله، مصطفى ما له شغل مع وحدة مثلك. زاهدة تركيها. شو وقحة هالبنت؟ تركيها وخلينا نروح، لا تعصبي، انت كمان تعبانه ولازم تنتبهي على صحتك. شو بكي؟ الله يكسر دياتهم اللي كانوا السبب، الله يصطفل فيهم ان شاء الله. انا كمان سكبيل حبيبي. انت لا، نسيان انه كان معك نزيف معوي، هذا ممكن يضرك كتير. ايه معها حق سليم، بدك تدير بالك شوي. شو أخبار الانتخابات تبعكم؟ مشغولين كتير، رح نبلش بالحملة تبعنا. يعني القوائم تبعكم صارت جاهزة ما هيك؟ طبعاً، في بعض الأسماء مأمنة حالها. وأنت طبعاً من هالأسماء. أكيد أنت بمقدمة القائمة. إيه. وضمنان الفوز. حلو كتير، ضامن حالك من هون للدورة الجديدة. طبعاً هالشي إذا ما صار أي تغيير بآخر لحظة. بصراحة أنا قاتلي حالي لأرجع عيش بإسطنبول من جديد، بس شو بدي ساوي؟ أنا مضطرة ساير لأنه هنيك مكان شغله. من كم يوم بالحزب عنا كنا مجتمعين برئيس الحزب وحكيت معه مشان الموضوع تبعك. ايه ورئيس الحزب قال لي ليش رشاد بيك ما بينتسب للحزب تبعنا. بالله عن جد؟ طبعا هو كان عم يمزح معي وقتها، بس عن جد اذا بدك هالشي بيشرفنا، وباب الحزب تبعنا مفتوح لألك. فاجأتني انا قبل هلأ، ما فكرت بهالشي أبداً. بس فكرة حلوة يا عمو، رح يكون لك مستقبل بعالم السياسة. نحن بحاجة لأسماء إلى وزنها هون بالبلد. شو هالحكي، نحن من بعدكم طبعاً رشوان بيك.
بجوز يكون مراد غير رأيه. روح افتح له. خليك أنا بفتح له. شو رأيك ترشح حالك بضيعتنا رشاد بيك؟ أكيد رح تفوز بالتزكية. الله لا يقدر، لا تلعبوا بعقله. ليش لك أختي؟ شو فيها القصة؟ هي بتقصد إنه سياسي واحد بكفي بالعيلة. بالضبط. بيسان بتعرفي العرض تبعه كتير عجبني. طبعاً بالوقت الحالي صعب كتير إني وافق لأنه أنا بهالفترة مشغول ما فيني. شوفوا مين إجا لعنا. غالية. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. آسفة لأنه ما قدرت إجي بكير. منيح إنك إجيتي، تفضلي قعدي. آسفة ما فيني أقعد، مشغولة وبدي روح. لا ما بيصير، عادي. إجيت لودعكن قبل ما أروح، قدامي كتير شغل، بقعد شوي وبمشي. أماني لا تواخذوني. ما بخليك تروحي قبل ما تدوقي طبخي، عادي فايت أجيب لك صحن من المطبخ. يلا. بس مو على أساس كنتي رح تقعدي هون فترة أطول من هيك غالية. شو بيعرفني عمو؟ مليت.